مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. كيف يمكن لإنسان أنه يعمل تفكك لواحدة من أعظم دول العالم؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفة يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفة يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. يسعدني أن أتقدم بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيتواصلوا معنا بكل الطرق، ولا سيما بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com. من فضلك ابعت لي لينا قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة حصلت في حياتك علشان تبقى واحدة من قصة البرنامج. يعني بنكون سعداء حينما نزيع قصة مرسلة لينا من حضراتكم من عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت. كمان تقدر تزور صفحة حياتك في قصة على اليوتيوب، تقدر تشاهد كل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة قصة عالمية انترناشونال، يعني قصتنا النهاردة بعنوان بروسترويكا غورباتشوف. بروسترويكا غورباتشوف غيرت معالم العالم. يعني ايه بروسترويكا؟ بروسترويكا كلمة روسية معناها إعادة البناء. البروسترويكا هي برنامج إصلاح اقتصادي أطلقه رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، دلوقتي مفيش حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي، بقت روسيا، ميخائيل غورباتشوف. البروسترويكا انه كان بيقول ان احنا في وضع اقتصادي سيء جدا، اعترف بحالة البلد وبانه لازم من تغيير بناء اقتصاد الاتحاد السوفيتي. صاحبت البروسترويكا سياسة تاني اسمها الجلاستونست اللي هي الشفافية، والسياستين معا أديا إلى انهيار الاتحاد السوفيتي السابق. ميخائيل غورباتشوف صانع البروسترويكا والجلاستونست ولد يوم 2 مارس سنة 1931، شغل منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفيتي السابق ما بين عام 1988 و1991. كان رئيس الحزب الشيوعي من قبلها، يعني من سنة 1985 ل 1991، وهو اللي أطلق البروسترويكا. البروسترويكا جابت ثمارها في يوم 26 ديسمبر سنة 1991، عندما دخل الاتحاد السوفيتي السابق كتب التاريخ. انتهى، ما بقيش في حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي السابق، وبقت اتحلت بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة وبقي الاتحاد الروسي حاليا. في يونيو سنة 1987 في الجلسة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، قدم غورباتشوف اطروحته الأساسية اللي كانت على قاعدة الإصلاح الاقتصادي للفترة المتبقية لوجود الاتحاد السوفيتي السابق. في يوليو 1987 وافق السوفيت مجلس السوفيت الأعلى، وهو أعلى هيئة تشريعية سوفيتية، على مشروع التزام الدولة أو مقاولات الدولة. قانون التعاونيات اللي سن يعني تم سنه في مايو سنة 1988 أكثر الإصلاحات راديكالية، وهو اللي وصل الأمر به إلى نهاية الاتحاد السوفيتي السابق والإصلاح الاقتصادي. وما زال ميخائيل غورباتشوف رغم أنه يعني جه كذا رئيس بعد كده، يلسن وبوتين ومدياتيف، لكن ما زال ميخائيل غورباتشوف له شعبية كبيرة. ليه؟ لأنه اعترف بالمرض والمشكلة الاقتصادية، ولأنه عمل هذه البروسترويكا أو هذا الإصلاح. سأستكمل معك عن بروسترويكا ميخائيل غورباتشوف بعد أن نستمتع بترنيمة حكاية بجد أنا سمعتها، أدعوك أنك تسمعها من مرنمنا الجميل باجة عدلي. وأنا بقول يعني بص، حط الريموت كده في حتة تاني علشان نركز مع بعض. ابقى معي لما بعد الترنيمة.
نبع من قلبي دمعة للسما على شرنا، ولقيتني في قلبي بصرخ أول الخطى أنا، ده احنا بخطية واحدة تشوه كل جمال هنا. ولحد النهاردة بنرجع تاني نعيش لنفسنا، نبع من قلبي دمعة للسما على شرنا، ولقيتني في قلبي بصرخ أول الخطى أنا، احنا بخطية واحدة تشوه كل جمال هنا. ولحد النهاردة بنرجع تاني نعيش لنفسنا، ما كفاية فطور ما كفاية شرور، ويوم طالع ويوم نازل، ما كفاية زيف حاطط قناع والصدق ضاع، فين الفاصل وحب ذات خد وهات، ودوافع لسه بتفاصل، ما كفاية غيرة ظنون شريرة بطرق العالم نتواصل، ما كفاية وعود تغيير بادئ حاصل وحب ذات، ودوافع لسه بتفاصل. وعدتك عيش لمجدك لكن لسه بعيش ليا، فاكر ينفع اعيش لك وانا ليا نصيب فيا، انا جاي لك بعترف لك احرق كل انانية، انا عايز اعيش لمجدك عايز اعيش في الحرية. وعدتك عيش لمجدك لكن لسه بعيش ليا، فاكر ينفع اعيش لك وانا ليا نصيب فيا، انا جاي لك بعترف لك احرق كل انانية، انا عايز اعيش لمجدك عايز اعيش في الحرية. ما كفاية فطور ويوم طالع ويوم نازل، ما كفاية زيف حاطط قناع والصدق ضاع، فين الفاصل وحب ذات خد وهات، ودوافع لسه بتفاصل، ما كفاية غيرة ظنون شريرة بطرق العالم نتواصل، ما كفاية وعود لله بتدوب ولا فيه تغيير بادئ حاصل وحب ذات خد وهات، ودوافع لسه بتفاصل. يعني كأنه بهجت عدلي بالترنيمة دي بيعمل لنا تشخيص، ما كفاية فطور مفيش فاصل، بنعمل طرق زي طرق العالم في غيرة شريرة، خطية واحدة بتكدر كل الجو. بصراحة ترنيمة جميلة جدا جدا مع مرنمنا الحلو بهجت عدلي، ربنا يباركك أخويا بهجت. قصتنا النهاردة عن بروسترويكا ميخائيل جورباتشوف، وعرفنا يعني إيه بروسترويكا، يعني إعادة البناء، وكان عنده جراءة ميخائيل جورباتشوف إنه يقول إنه في مشكلة في الاقتصاد وفي مشكلة في الاتحاد السوفيتي السابق، وتحدى وخد القرار وانتهى الاتحاد السوفيتي السابق، وبدأ يحصل إصلاحات جميلة في البلد، وبدأت مرة تاني الاقتصاد ينتعش، وبدأت إصلاحات حتى دينية. يعني بعد ميخائيل جورباتشوف بدأ الإنجيل يدخل، قبله كان مستحيل إن الإنجيل يدخل. ويعني سمعت عن آلاف من المطابع اللي بتطبع الكتاب المقدس داخل روسيا زمان زمان لما وقتها، يعني قبل جورباتشوف قبل بروسترويكا، لو واحد معاه كتاب كان ممكن يعني يتعدم، ولا العذاب الأحمر يعذبوه تعذيب غير عادي. عايز أشاركك في هذه القصة في ثلاث نقاط مركزة جدا. النقطة الأولى عايز أكلمك عن المرضى والطبيب،
والكلمة التانية عايز أشاركك عن القرار الرهيب. هو طبعا قرار رهيب اللي خده، ولعلمك ليلة ما هو شخصية، وهو على فكرة ميخائيل جورباتشوف يعني يعيش الآن، ويعني ناس كثيرين بيشهدوا أنه مسيح حقيقي وبيصلي وله علاقة شخصية مع الرب يسوع المسيح. ثم كلمة التغيير العجيب، يعني كلمة عن المرضى والطبيب، وكلمة عن القرار الرهيب، وكلمة عن التغيير العجيب. الكلمة الأولى عن المرضى والطبيب كانت بداية إصلاح الحال في الاتحاد السوفيتي السابق اللي هي دلوقتي الاتحاد الروسي، إنه يقول فيه مشكلة. أنا شخصيا كطبيب بشري أتذكر لما كنا بندرس الباثولوجي، علم المرض، تلاقي أي مرض التشخيص بتاعه والكلام عنه كذا صفحة، والعلاج بسيط جدا. يعني دايما المشكلة في التشخيص، والمشكلة في معرفة ما هو المرض. وهذا ما نواجهه. قال المسيح في بيت متى العشار في إنجيل متى وأصحاح 9، قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. يعني بداية العلاج هو أني أنا أشعر أني أنا مريض. عزيزي المشاهد، لو ما شعرتش بخطورة مرض الخطية أنت في خطر. يعني كتير جدا وإحنا بنمارس الطب قديما، أنا شخصيا كطبيب أمراض صدرية سابقا، كان يجينا ناس ويقول لي على فكرة أنا ما عنديش حاجة، أنا كحيت شوية دم صغيرين، وبالكشف عليه مع الدكاترة نلاقي إنه بعيد عنك عنده سرطان خبيث وانتشر في كل الرئة. كنت بسأله أنت ما جيتش ليه بدري؟ يقول لي أصلا ما عنديش حاجة، أنا كحيت شوية دم. عايز أقول لك حاجة مهمة، ناس كتير بتقارن نفسها بالباقيين، يقول لك إيه يعني، أنا بشرب سيجارة بس مش باخد مخدرات، أنا بشتم بس مش بزني، أنا بشوف أفلام عادية بس مش بشوف أفلام نجسة، وهكذا. اسمع ماذا يقول الكتاب، إن أجرة الخطية هي موت. المشكلة الأساسية، يعني كتير أم تقول لي مثلا الواد جاب ابن قابل ولدي علشان يتوب، روح أكلمه قل له أخبارك، يقول لي روعة أنا تمام، أنا بروح الكنيسة أنا زي الفل، ويحلف ميت يمين إنه هو زي الفل. هو مش شاعر بخطيته، هي الأم عايزاني أقنعه أنه لازم يتوب. طب أقنعه إزاي أنه يتوب وهو أساساً مش حاسس أنه غلطان؟ يا ريتك النهاردة تصلي مع داود في مزمور 139، يا رب اكشف اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري. تعرف أتذكر أنا اليوم اللي تقابلت فيه مع المسيح مقابلة شخصية، يعني كنت ياما سمعت وعظة قبل كده، بس تعرف لما روحت بيتي حسيت ان الخطية اللي على كتفي زي جبال رهيبة من الخطأ. قعدت اصلي يمكن من الساعة 11 بالليل لغاية 5 الفجر، حسيت انه جبل اترمى من عليا. عايز اقول لك انت في خطر، مش في خطر اقتصادي تحتاج الى بروسترويكا، انت في خطر روحي رهيب، لانك انت مرتاح حينما يقولون سلام وامان يفاجئهم الهلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. المشكلة انك انت مش راضي تقتنع انك انت خاطي، وعلشان كده تقول كلنا خطاه بس مش حاسس انك انت في خطر، علشان كده انت في خطر شديد. انا فرحان بميخائيل جورباتشوف لانه بدأ يشخص المرض، وبفرح كتير بشباب وشابات ييجوا مرات يخبطوا علينا ويقولوا احنا عايزين نتوب. كم من المرات يشهد إلهي، عشرات المرات كنا في الاستراحات في بلاد والساعة 3 الفجر في عز الشتاء خبط الباب وأنا أفتح، إيه ده؟ أقول ده إرهابي أكيد جاي يقتلني ولا حاجة. وبعدين أفتح ألاقي شاب يقول لي معلش أنا جاي في ميعاد مش مناسب. أقول له مش مناسب الساعة 3 الفجر؟ لا أنا عارف بس أصلا أنا خاطي قوي وكنت خايف أموت وأروح النار، وأنا باخد مخدرات وادي المخدرات إيه أرميها. على قد ما زعلت انه يعني او يعني صحاني من النوم وعمل ازعاج طبعا، وبرضه حاجه صعبه انك تصحى 3 الفجر ومش عارف مين بيخبط عليك، على قد ما بفرح بيه. اتذكر واحد في احد البلاد قال لي انت نايم مرتاح لو مت تروح السما، وعايزني انا نايم مرتاح واموت اروح النار؟ لا
قلت له لا او 60 لا. ايوه انا عايزك تروح السما وعايزك تتوب. الطبيب المرضى والطبيب، لكن عايز اتكلم كلمه عن القرار الرهيب. اسمع، هذه ليس فلسفه، حتى لو ابسط واحد هيفهمني. نحن نحتاج، اسمع، ان نحول القناعات الى قرارات. هقولها تاني، نحن نحتاج، انا احتاج وانت تحتاج الى بروسترويكا، يعني اعاده بناء، يعني تغيير. ازاي يبدا؟ بان تحول القناعات الى قرارات. اوضح كلام، ايه قناعات؟ يعني مين مش عارف ان لازم نتوب؟ لان المسيح قال ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك. كل واحد يقول لك لا ده انا لازم اتوب، السيجاره مضره بقى بطلها، الشتيمه والحلفان، العلاقات، لا انا ناوي اتوب. عندي اصدقاء كتيرين، عندي صديق ليا مش هقول تفاصيله علشان احتراما، احنا الاثنين نشأنا مع بعض، هو عاش في الخطيه، انا عشت للمسيح، قبلت المسيح، انا خاطي اخطا منه بس الرب يسوع بيغير. هو استمر، كل ما كنت اروح له يقول لي لا ده لازم، انا مقتنع اني لازم اتوب. وراح فرنسا وجاب فلوس وجاب عربيات واشتغل، وفي الاخر قبل جوازه بايام قليله قال يا قلبي على ما حد عمل له حاجه ساقعه مات بعيد عنك. اتذكر في الجنازه وانا بخبط على الصندوق بتاعه كده كنت بقول له ايوه انت في نفس في سري طبعا ما اقدرش اقول بصوت عالي، انت مقتنع انك تتوب، بس يا ريتك يا ريتك حولت القناعات الى قرارات وتوبت. ادي يعني مهما تسمع وعظ، ياما ناس تسمع وعظ كده تقول يا لا لا الوعظ كويس اهو بيزعق بس بيحكي قصص كتير، لا ما بيحكيش وشه مكشر كده، ده اخر حاجه بتحصل. يا راجل يا راجل يا اختي الفاضله يا امي يا عمي يا ابن خالتي، مش كفايه ان تقول الوعظ بيعمل ايه، الكفايه انك انت تطيع كلمه الله، تحول القناعات الى قرارات. هذا هو القرار الخطير، القرار الرهيب، انك تقول انا هتوب الان. هو ذا الان وقت مقبول، هو ذا الان يوم خلاص، ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. المرضى والطبيب بداية العلاج انك تكتشف انك مريض، ثم القرار الرهيب ان تحول القناعات الى قرارات، ثم التغيير العجيب. تعال دلوقتي شوف الاتحاد السوفيتي السابق، نشكر الله لاجل الخدمة الجميلة والكتاب المقدس والحرية الدينية، وحتى الامور الاقتصادية متحسنة جدا. انت كمان ما ان تأخذ قرار التوبة مش هيسيبك، هيمسك بايديك هيغيرك. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أنا عايز أركع معاك النهاردة، عايز أصلي معاك وأركع كده في نهاية الحلقة، لإني شاعر إن حلقة البروسترويكا دي هتعمل تغيير حقيقي فيك. اركع معايا كده، صلي معايا. يا رب يسوع قول ورايا، قولي ورايا لو عايز، ناس كتير اتغيرت بالطريقة دي. قول ورايا في قلبك، يا رب يسوع أنا خاطي وأنا مقتنع أني لازم أتوب، بس في كل مرة يا رب بأجل. أنا عايزك تعمل بروسترويكا، تعمل تغيير في حياتي. يا رب أنا جاي لك النهاردة مش بعد الحلقة، دلوقتي يا رب. يا رب أنا شايف دمك اللي نازل من جنبك المطعون نازل عليا، غير أفكاري يا رب، غير عيني، غير إيدي، غير قلبي. أنا من النهاردة اديتك حياتي يا رب، عايز تغيير حقيقي. يا رب خلقني من جديد، يا رب طهرني من خطايا بدمك، يا رب ادفن الماضي بتاعي. اتركك في رعاية الله وامنه في حياة مقدسة، حياة مجيدة، حياة شفافة، حياة متغيرة. الى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة بروسترويكا حقيقية. بداية العلاج هو اني انا اشعر اني انا مريض. هي الام عايزاني اقنعه انه لازم يتوب، طب اقنعه ازاي انه يتوب وهو اساسا مش حاسس انه غلطان؟ واحد في احد البلاد قال لي انت نايم مرتاح، لو مت تروح السما، وعايزني انا نام مرتاح واموت اروح النار؟ لا. قلت له لا او 60 لا. نحن نحتاج، اسمع، ان نحول القناعات الى قرارات. ايوه انا عايزك تروح السما وعايزك تتوب. نبع من قلبي دمعة للسما على شرنا،
ولقيتني في قلبي بصرخ أول الخوطة أنا. ده احنا بخطية واحدة تشوه كل جمال هنا. ولحد النهاردة بنرجع تاني نعيش لنفسنا.